وتتفقد الطير فقال ما لي لا الحمد لله الذي أخذ الميثاق على عباده فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى واعرفوه وفي النهاية وضع يوما للحساب تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه سبحانه وتعالى أحصى كل شيء على عباده ولكن العباد نسوه سبحانه وتعالى فأظهر ما أخفوه وأعلن ما أسروه سبحانه وتعالى فرفع ما وضعوه ووضع ما رفعوه نبئوني عن إبراهيم على أرض العراق عندما قال لهم حرقوه ونبئوني عن موسى الكليم على أرض مصر عندما قالوا لأمه إنا رادوه ونبئوني عنه عندما بشرت أمه بقوله تعالى إنا جاعلوه ونبئوني عن يوسف الصديق على أرض فلسطين عندما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه ونبئوني عن عيسى بن مريم عندما زعموا أنهم قتلوه فرد عليهم رب العزة قائلا وما قتلوه وما صلبوه ونبئوني عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف شق صدره وبأي شيء غسلوه فرد عليهم رب العزة قائلا ما على العرش إلا الإله فوحدوه الحمد لمولانا الأكبر والشكر لمن خلق وصور وصلاة الله على طه النور الوضاء الأنور الذي جاءنا برسالته في دين الإسلام الأطهر أدبه الله ورقاه سبحان المعبود الأكبر بل قال له في القرآن إنا أعطيناك الكوثر اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في الروح صوت من الإيمان ناداها أنت الطريق إلى الرحمن يا طه أنت الدليل إلى الأخلاق تلهمنا فيك الفضيلة رب الكون علاها فالجود منك لأهل الجود مدرسة فوق المنى للورى أهدت عطاياها والعفو منك لمعنى العفو علمنا للنفس يوما سوف ترجو عفو مولاها حق الجوار وحق الأهل تلزمه والكل يرجو حبيب الله يهواها فالله أكبر شمس الحقيقة قد سطعت للخلق نادت تعالوا واعبدوا الله وصلاة وسلاما على رمز الكمال وكمال الجمال وجمال الوجود سيدنا رسول الله القائل لسيدنا الإمام الحسين بن علي حسين من هو أفضل جهة من النسب فقال يا رسول الله أنا أفضل جهة من النسب فيكفيني فخرا أن جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكفيني فخرا أن أبي الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه القائل علموا أولادكم ثلاث حب نبيكم وحب آل بيت نبيكم وحب القرآن الكريم حب النبي على الآنام فريضة فلا تنسى ذكر الهاشمي الأكرمي إن الصلاة على الحبيب فريضة فيها النجاة لكل عبد مسلم صلوا على القمر المنير فإنه نور بدأ في الغمام المظلم أيها السادة الكرام اكتسى المكان بنور الوجهاء
والعلماء والشخصيات العامة كي نرد الواجب لأهل الواجب في ليلة تكريم عميد الواجب حق أحمد رمضان محمود أبو خضرة. نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى، يجعل القرآن هدية له في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركة التكريم لجميع أسر وعائلة أبو خضرة وعنهم أسرة الراحل الكريم الحاج محمود رمضان أبو خضرة وأسرة الراحل الكريم الحاج عايد رمضان أبو خضرة، حق مجدي رمضان أبو خضرة، حق حسين رمضان أبو خضرة، وجميع أسر وعائلات قرية حلابة. اشكرونا كل من شرفنا في هذا المقام القرآني الكبير. أيها السادة الكرام، هيا بنا نلتقي على مائدة القرآن، يطيب اللقاء ويسعد المساء، وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. هيا بنا إلى ساحة القرآن، هيا بنا إلى الطمأنينة وإلى راحة النفوس وراحة العقول مع العلم القرآني الإذاعي الشهير القارئ الدكتور محمود محمد صابر، فليتفضل فضيلته مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله
وذكر الله كثيرا ولم صدق الله رسوله وصدق الله رسوله Hello.
ليجزي الله الصادقين بصدقه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها
وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قدير. يا صدق الله العظيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا قل لأزواجك
أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتم رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تردنا
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. شغلك كبير والله يا استاذ، شغلك تقيل قوي. فتعالين أمتعهن وأسرحهن سراحا جميلا. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء وأعتدنا لها رزقاً
وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. وقلن قولا معروفا. وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان في
كون ولا تبرج ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله رسولك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلي
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفره وضع الحسن عن يمينه والحسين على يساره ثم تلا قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي من هنا من مليوني تعبيد الواجب في كل مكان حق أحمد رمضان محمود أبو خضرة نسأل الله له في يضاة الرحمات والمغفرة الذي انطفأ نوره من هذا المكان لن يضاء بعد اليوم فنسأل الله أن يجعل القرآن هدية له في قبره هو ولي ذلك والقادر عليه اسم أسرة الراحل الكريم الحج محمود رمضان أبو خضرة الحج عايد رمضان أبو خضرة الحج مجدي رمضان أبو خضرة والحج حسين رمضان أبو خضرة وجميع أسر وعائلة أبو خضرة وجميع أسر وعائلة قرية حلابة على مستوى مركز قليوب اشكرونا كل من شرفنا في هذا المقام القرآني الكبير السادة عمد ومشيخ القرى السادة القضاة والسادة المستشارين السادة أعضاء مجلس النواب الأكرمين كل من شرفنا من كبار العائلات على مستوى محافظة القليوبية منبع الرجال والقادة والزعماء والأبطال شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء شكرنا أيضا لصاحب الفراشة الحديثة العالمية المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية الشركة العالمية أولاد دياب بقليوب البلد منارة الذهبية العالمية ودارة أولاد أبو المجد أشكر أيضا مصورنا المهندس أحمد الجعفري العالمي أيها السادة الكرام من لم يشكر الناس لم يشكر الله فهذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا